بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، تبارك ربي ذو الجلال الذي استوى على العرش واستولى على الملك واحتوى، ملائكة السبع السماوات سجد لسلطانه كل له ذل واقتوى، فمن فضله أن أرسل الرسل للورى، فمن مفلح أوفى ومن خاسر هوى، وقف على آثارهم بمحمد ليخرجنا من مقتضى الجهل والهوى، فسن لنا سبل السلام ودلنا على ربنا حتى استوى كل ما التوى، وخلف صحبا واصلوا خط سيره بإذلال من ناوى وإرشاد من غوى، قفت إثرهم من كل قرن عصابة تنشر ما قد كان طول المدى طوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المدينة الفضائية، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم الرمضاني الأديب. في هذه الحلقة معنا خمسة فرسان، وهي حلقة متميزة بإذن الله تعالى وقوته، وكما العادة نبدأها بمديح المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فرقة المديح الدائمة معنا في هذا البرنامج. تقرأ الشيخ والتقرأ يسلم والزيد على النفارة، زيد والإبراهيم، محمد والميسارة. مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فرقة المديح. مدح رسول منين تراعيه، فغناك تجود القريحة وترى طعم الغناك عليه وترى للقريحة ريحة، ومالك ما تمدح للرسول اللي سيف في العدو مسلول، واللي مدحه للمدح حفول وقطار في يوم جريحة، مدحه به زيان المقول وزيانة به القريحة، ويجر الملاه القبول ويعينه فمور شحيحة، ومدح اللي خاطيه الفضول والله قاع انتي في الريحة، وأنا مدح رسول المصقول ما نقبل عنه ترزيحة، ولا ننصح ما هو به يقول رسول الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم. إلى فرقة المديح، الشيخ والتقرة والجماعة. أنا قد نحرك يا رايه اللي ما يخص غيره.
شكرا جزيلا لفرقة المديح النبوي على هذه الفقرة المديحية الرائعة. نفعنا الله ببركة ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن استعرض وإياكم فقرات هذه الحلقة. في هذه الحلقة نذكر أولا أنه فهم ثلاثة فائزين إن شاء الله خلال هذه المسابقة، وسيحصل الفائز الأول خلال هذه المسابقة على مبلغ 500,000 أوقية، ويحصل الفائز الثاني على مبلغ 300,000 أوقية، ويحصل الفائز الثالث على مبلغ 200,000 أوقية. هذه هي جوائز هذه المسابقة، مسابقة الأديب. معنا في هذه الحلقة ضيفة شرف، ضيفة الأديب في فقرة ضيف الأديب، السيدة خديجة منتشاه. معنا كذلك في هذه الحلقة المتنافسون الخمسة الذين سنستمع إلى مشاركاتهم، وسنستمع إلى نقد الأديب الأريب الناقد والأستاذ محمد الأمين والأحمد دية الذي أحيل له الكلمة الآن. خطري مرحبتي بك، وحيا الله مشاهدي قناة المدينة محمد الأمين ومتابعي مسابقة الأديب. نعم شحالك، هذه إشادة خاطر نقاطع بها. محمد الأمين شحالك، وياك أمورك تزهالك، وياك اللي صافي بالك ومبدا سلي ومبدا لقي وسلي، وياك بعينه مكالك الخلق اللي يمشي ويولي، وياك عرفت ان مثالك قليل ذا الدهر مولي، ما نبغي معطى من مالك ولا نبغي سبه يا ولي، الا قايل لك ومبارك عن نقدك زين ومجلي، واطمس قدامك ذي الحارك كامل من نقد خرين جلي. تفضل استاذ محمد الأمين، مرحبا بك. مرحبا، حياك الله مره اخرى. شكرا، وشاكر ملي صاحب الاشاده الأديب محمدي والحرمة، تحية له. أولا طبعا بعد تحية ضيفة المتميزة والراوية وناقدة المتخصصة في نقد الأدب العربي الدكتورة خديجة الشاه، تحية لها الجمهور، تحية كبيرة لها. اللي نفصح عنها بها ويلقى علامة يخليها لنا إلى القدام، غير ذلك ما يخسر شيء كامل. نحيو كذلك فرقة المديح الرائعة، الشيخ والتغرى سيد مول زيد وزيد ومحمد ميسارة على أدائهم الرائع اللي عودون عليه خلال هذه المسابقة. أولا لا هي بعد قاعد نذكركم أولا أن طالبكم السماح وطالبكم تسمحوا لي الأولى، لأن الليلة هي أول ليلة العشر الأواخر وليلة وتر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ونعتذر المتسابق في الحلقة الماضية محمد بابانا والبان، واعتذرت له قاع نفس الليلة، لأن ذيك الليلة كان في مضغط شوي، أثر قد يعود أثر علي شوي، جملة واضحة قاع ما تحتاج لي أسر حتى جهد عليها، لأمني أنا ما هو من الجملة غير بتوف أراني معتذر له وقطعا عن نتيجته في الحلقة الليلة، ما عندها علاقة بذاك داري لا نتيجته اللي يلا يجبر وتوف معناها أني كيف يعرفوا متابعين رواية ظهر لي عنها حق نرجع شورها، ما نكبر من اللي نرجع شور الحق. وقد خلقت لي مرة ماضية في الأسواق وفي السوق ورجعت لا يكبر من قد أنا الحق نرجع له، غير الكذب هو اللي ما فيه مولى نرجع له، ولا ترغم مولى عني نرجع له، كذب وحده لا ترغم عني نرجع له أبدا. هذا اخترت نشير له نعتذر للمتسابق من ناحية باطن رد له الاعتبار المعنوي به اللي حقه يا ويله حقه استاهل. وبالنسبة للمتسابقين ليلة عندهم موضوع هو تذمين دور أبطال المقاومة وذكر في صد المستعمر طبعا، وذكر بعض الأسماء، واخترت نقول بعض ياك ما نقولهم مثلا لأن ما يقدروا يجيبهم كاملين، لا ذاك اللي تولاهم توف وفم محسن اللي هو التروسي، ومتمني لهم توفيق وعلى بركة الله إن شاء الله. شكرا لك بها.
شكرا جزيلا ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقة وهي مسابقة الأديب وتبث مباشرة عبر قناة المدينة الفضائية. الآن نتوجه إلى أول مشارك أو متسابق معنا في هذه الحلقة لهذه الليلة وهو السيد عبد الرحمن والمحمد ليقدم نصه. تفضل عبد الرحمن. عفوا للتذكير كل المتسابقين لكل واحد منهم لديه فقرة يعرف بها عن نفسه. نعتذر منك عبد الرحمن، نتابع الفقرة ثم نعود إلى المتسابق. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم عبد الرحمن محمد، بشارك في مسابقة الأديب، متأهل للدور الثاني. الدور الأول ما شاء الله كان انطباع عن الله كما اكتمنت باك الله، نقد كان بناء، مسابقة شفافة. وشاكر الناقد محمد الأمين أحمد ديور المخرج وقناة المدينة. أهلا وسهلا مرة أخرى. نعود إلى المتسابق عبد الرحمن. عبد الرحمن تش حالك؟ أهلا مرحبتي سيدي. مرحبا وسهلا بك وبارك علينا وعليكم رمضان إن شاء الله. بارك الله عليك. وهذه العشر الأواخر. وبسم الله قدم مشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. المشاركة تقول: قلبنا للمستعمر قيد وكظينال وبحمل الديد القيد ومتنال وليد بسيدي هو وبكار صناديد أقسم الحديد صاعوا الاستعمار من الدار بالشجاعة وبالشجاعة وبالمهابة ما قبلوا دهر الاستعمار أبا أحمل الديداب أبا سيدي وأبا بكار. شكرا جزيلا لك المتسابق عبد الرحمن. الأديب والناقد الأستاذ محمد الأمين والأحمد دية، بسم الله أمامكم نص المشارك المتسابق. حياك الله عبد الرحمن. وبياك. هنيئا لك على الوصول للمرحلة. الله يكرمك. وسبحان الله أنك نصك الماضي اللي كان فيه ليطة واللي من حظك عن الجماعة اللي معاك كلها زاد هو درك ترواه وطلعك ذاك يا غير حد اسمع نصك رغم عن فيه ليطة يعرف عنك 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 مغني يعرف عنك مغني الله خير وظهرت ذاك بعد في ذا الناس. قلبنا للمستعمر قيد وكظينال وبحمل للديد القيد ومتنال وليد بسيدي هو وبكار سيدي ما عينك على سيدي ملازم عينك على سيدي الملازم ها سيدي الملازم ما سمعته سيدي الملازم سيدي الملازم زين هين دور التوفن دور التأكيد وتوضيح ملي حد ما يعرف سيدي متنال وليد بسيدي هو وبكار بكار ملي سيد أحمد والسويد أحمد الصنادي دكسة من الحديد صاعوا الاستعمار من الدار بالشجاعة وبالمهابة ما قبلوا دهرا الاستعمار أباو زين عندي عنك عممت وخصصت جبتهم في بلد وجبتهم واحد واحد أباو كاملين أحمل الديدابة وأبا السيدي وأبا بكار هذه إبداع شفت المقعد إبداع وزين عندي الصهون شوخر قضية التمابي قضية شين قالوا شين قولوا وأنا عييت معجم معجم الغرب حد يتكلم عن الاستعمار يتكلم عن كفاح ضد المستعمر ها ويتكلم عن الشجاعة والبطولة زين فيه جباب جيبتك لباو أحمل الديداب واب سيدي واب بكار هذا من قاموس من قاموس المقاومة من قاموس المقاومة تمابي وموفق فيه تماما موفق فيه على كل نص متميز ملاح حاضر ما شاء الله
جاب لزوم أيد 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 متالي جاب الحديد يا غير هما اللي جايبها في مذل لكن لا يشفع لك. جبت قربنا المستعمر قيد وأحمل الديد ومتناول ليد قبل جت سنادي دك سمن الحديد قطعا عن أنت هون تخرص المعنى وعنك سمن الحديد هون التملاش به يقع حتى من لزومه أيد به اللي جايب المعنى حتى ومتمني لك التوفيق حتى ولارك المخرج لانجيسو الارتجال. أخرى تحية للناقد الأستاذ الأديب محمد الأمين والأحمد دية، شكرا للمتسابق عبد الرحمن. الآن نتجه مباشرة إلى فقرة الارتجال. جاهز عبد الرحمن؟ جاهز. جاهز على بركة الله. جاهز جاهز. بسم الله. عبد الرحمن. عبد الرحمن بلا توصيف. عبد الرحمن. عبد الرحمن بلا توصيف. عبد الرحمن بلا توصيف. فتروسي لهذا والعيان. فتروسي لهذا والعيان. عبد الرحمن بلا توصيف. فتروسي لهذا والعيان. ما خفف ومعنه ما خفف ومعنه بعد خفيف اللي يسبق له عبد الرحمن. ما اسمع. ما خفف ومعنه كان خفيف. ها؟ ما خفف ومعنه كان خفيف في اللي يسبق له عبد الرحمن. ما خفف. إيه. ما خفف. ومعنه كان خفيف. ما خف مع انه كان خفيف. ايه ما خفف مع انه كان خفيف. ايوه في اللي يسبق له عبد الرحمن. ماني متمكن منك حتى. في اللي يسبق له عبد الرحمن. قال لي هذه؟ ها؟ ما خفف. الثانية شنو؟ ما خفف مع انه كان خفيف في اللي يسبق له عبد الرحمن. ما خفف مع انه كان خفيف في اللي يسبق له عبد الرحمن. ماله ذا هو اللي قلت؟ نعم. ها؟ ذا هو اللي قلت؟ نعم. ذا هو اللي قلت؟ نعم نعم. ما خفف مع انه؟ ايه ما خفف. ما خفف مع انه كان خفيف في اللي يسبق له عبد الرحمن. اللي يسبق له في اللي يسبق له حق بعد في اللي قريته لك به. ما خفف مع انه كان خفيف في اللي يسبق له عبد الرحمن. ما لحق عبد الرحمن. اللي يسبق له عبد الرحمن. ها؟ في اللي يسبق له عبد الرحمن. اللي يسبق له. هو زين. عبد الرحمن ما خفف مع انه ما نقبلها منك. ما خفف مع انه ما نقبلها من صاحب النص. صاحب النص اللي صاحب احمد الديداب وابي سيدي وابي بكار. ما نقبل منه يقول لي ما خفف مع انه ما خفف مع انه ومع انه ما خفف مع انه كان ما خفف ومع انه. ها؟ ومع انه. ايه مع انه. ايه ما خفف مع انه. اها ومع انه كان خفيف. ما خفف ومع انه. ايه هذا الواو يبان قال انه مع انه طرى له الواو. لا ما طرته. اي سوى 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 حتى قاع الى عاد ما خفف ومع انه كان خفيف كان ضعيف تعود مو لي زايد يتسبي بعد الرحمن خير في قاع قبيل الواو لا تريح منه. ما خفف ما خفف اذنت متحركي ومع انه ثلاثة خفيف وكان واحد اثنين وخفيف اثنين او تسعة وهذا ما نقبله من صاحب النص اطلاقا. ما نقبل. ما عديت. ما خفف مع انه كان ضعيف قاع طم قاع هي التاليه من الاولى. في اللي يسبق له عبد الرحمن ارانا قابلينها. وانا بعد اسمك بما اننا في موضوع المقاومه وذاك الشيء اسمك يفقدني بحد من الامراء الدان عبد الرحمن السويد احمد وكنت له هنا مثلا عشان عندي نجيب لك نضمن لك ذاك ما قعدت له قافلوا له الدارة ذاك اللي فيه الإنسان إلى غلب وتوصيف.
عبد الرحمن بلا توصيف في التروسيه لهذو الاعيان وسكي حتى مازال تصريف الرحمن بعبد الرحمن. عموما عبد الرحمن نعم. هذا 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 القاف اللي قلت ما هو متماشي مع الطلعه، اسمح لي نقولها لك ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا للمتسابق عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. الان نبقى مع فاصل عنصر تعريفي بالمتسابق يونس. المتسابق يونس هو المتسابق الثاني معنا في هذه الحلقة، يونس واللحم الكوري. عنصر تعريفي يونس واللحم الكوري. السلام عليكم، معكم يونس واللحم الكوري، بشارك في مسابقة الأديب من مواليد 2001 من مقاطعة روسو. الدور الأول كان زين، تنافس فيه ما خاسر الإشي، وبارك لك تخطاوه وحظه وفرد لك الفقاوة، أتمنى لهم الدور. عدنا إليكم مرة ثانية. يونس تش حالك ياك لباس؟ الله الحمد لله. وبسم الله على بركة الله، قدم نصك وعرف عنا قدامك الناقد والأديب الأستاذ محمد ليمين الأحمد دية، يغير عرف عنك مولي هون في مكان لا يظلم عنده أحد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مشاركة تقول: في أيام المستعمر وثقال من كل مدينة جاء فيلال متحرب متمرن في أشكال النضال مع الاستعمار، وضاق المر علي دين أبطال كيف أحمل للديد وبكار ومحمد المختار، ولا فيد المستعمر مسكين أخبار الأبطال كيف أحمل للديد وبكار ومحمد المختار. يونس أحمد كوري، حياكم، هنيئا لك على الوصول لهذه المرحلة، و اللي ما زلت انت نصك الماضي كان ما خسر شيء، وها النص من لله كيفته. ايام المستعمر وثقال، زين هذه وثقال، هاي وثقال ما يحشو. ايام المستعمر وثقال من كل مدينه جفيلال متحزب متحرر متمرن متحرب اشكال النضال مع الاستعمار، وضاق المر علي دين أبطال. علي دين تستخدم وخالقة غير، ما هي زينة، ما هي زينة، ذم حراش بين علاء ويدين ما هو زين، معناها تستخدم. وضاق المر علي دين أبطال كيف أحمل للديد، شفت النوع ذاك من النوع ذاك من الحراش بالمراحل المتقدمة من السباق، أي قاع مسابقة لا هو اللي يميز بين المتسابقين، لأنه هو متى مرحلة البدائية قضية الوزن وذاك ما عادوا ناضجين، فالمتسابقين من عند الدور الثاني واعدين ربع النهاية لأنهم عادوا ناضجين. لا يميز الناقد بينهم باش اللاب ذا النوع جحراش والله ذا النوع من المراد، لا هو اللي قد يجي الناقد عليه للمتسابق بين اللي لو خرقع ما تلف في مرحلته المتسابق. معناها شنو؟ معناها المتسابقين الله يتموا عسوا من ذاك في الأدوار اللاحقة كوصية. وضاق المر على يدينا أبطال كيف أحمل للديد وبكار، سبحان الله تهون توافقت مع سبحان الله قاسم مشترك بينك تهون مسابق سابقك بطلين من أبطال المقاومة أحمد الديد وبكار، هو جاب سيدي وتجبت محمد المختار والحامد. ها؟ والحامد ما سمعتك؟ والحامد ما نتمكن من الصوت. محمد المختار والحامد محمد المختار ولا فيد المستعمر مسكين أخبار الأبطال كيف أحمل للديد وبكار محمد المختار. كيف المتسابق الفايد جبت التروسي جبته مسبول وزين ما شقرت لي شيء، لا فهم ذاك الحراش اللي ما فاتك، وحاضر ملي من قد إلين وصلت على القاف أحمل للديد وزنتها بفايد ذاك اللي عيد اللي ملي علم لها لعاتنا للوزن.
ما في ملاحظة أكبر من قدها على نصك هذا وفي صلب الموضوع ولاهنجيس هو مخرج ونقيس فقرة الارتجال. شكرا جزيلا للأستاذ الناقد والأديب محمد لمين والأحمد دي يونس. لحقنا فقرة الارتجال واطرح بالك وصلي على خير الرجال. بسم الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يونس جاهز؟ جاهز. يونس من تصريف العطاي لغنى يمو فيه مشوري. يونس من تصريف العطاي لغنى يمو فيه مشوري. والمخرج راه مخرج راه بدا العد. بدا العد يونس. يونس من تصريف العطاي لغنى يمو فيه مشوري. أصلوا فيهم اللي غنى به الولي أحمد دوكول. أرفع الصوت شوي. أصلوا فيهم اللي غنى به الولي به با عند عنك تبدأ الولي أحمد دوكول. هذا كان يسمو أصلوا فيهم اللي غنى به الولي أحمد دوكوري. أصلوا فيهم اللي غنى به اللي به الولي أحمد دوكوري. أصلوا فيهم اللي غنى به الولي أحمد دوكوري. ماري وين قلت؟ أصلوا فيهم اللي غنى به الول به اللي به الولي أحمد دوكوري. به الولي أحمد دوكوري. أحمد دوكوري. أحمد كوري. أحمد دوكوري. أصلوا فيهم اللي غنى هو شددها قال أحمد دو. أحمد دوكوري. معناها إن إحنا نقول أحمد كوري هو ولا أحمد دوكوري. شددها. زين. يونس أصل فيهم من اللي غناي به الولي أحمد دوكوري. يقع به اللي ما تخليها عنك قاع ما تقول اسمك وتوف ما تقول أصل فيهم من اللي غناي يونس ولا أحمد دوكوري قاعد صراحة لا فاتنقال كيف أسبل مثلا. عموما تحية ليونس. يونس من تصريف العطاي لغنى يمو فيه مشوري ولا دارك فيه النور والساي لغنى ولا أحمد دو كوري. تحية لك من ذلك التوفيق. شكرا جزيلا للأديب والناقد محمد لمين والأحمد دية وشكرا للمتسابق يونس. الآن نصل بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة المدينة الفضائية إلى فقرة ضيف الأديب. فقرة ضيف الأديب معنا فيها الليلة خديجة منتشاه الراوية والناقدة في مجال الشعر الفصيح وقامت بإسقاطات لذلك على مجال الأدب الحساني. نحاورها إن شاء الله حول هذا الموضوع. خديجة ياك لباس إن شاء الله ياك الخير ياك الصحة متبارك الله مرحبا وسهلا وخير ترانا مسلمين عليك ومرحبين بك على لسان موقف العزة من هالدار اللي وحده يبني حله ومله جبيهة تخله ولا لاهي تنسخها مله وخيار اللي قط تكلم واللي لاسم الله تولى واستعلم ما قط تعلم الا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك وسهلا خديجتي. خديجتي مرحبا بك في برنامج الأديب كضيفه وعلى بركه الله خرص من اللي تبدئن ان شاء الله تعالى. بسم الله. مرحبا شكرا. عندي لك بعض الأسئلة من ضمنها أساساً على أنه فمشين قالوا في لغنى النسيب فمشين قالوا البكاء على الأطلال. قط سمعت أساتذة كبار قالوا عن نسيب وحده بكاء على الأطلال وحده وفيهم اللي قال عنهم لا شيء واحد. خديجة وش ظاهر لك في ذا؟ مرحبا ولنا نشكر القيمين على البرنامج ونشكر القناة قناة المدينة على الاستضافة
وراجع للمتسابقين وجمهور البرنامج ان شاء الله انهم ان شاء الله هذه الليله الاولى من الاوتار ليالي الاحياء راجع فيها احنا نعود احنا وهم ان شاء الله والمسلمين كاملين ان شاء الله من عتقاء هذا الشهر. المغنين فيهم شيء يخلط بين نسيب وبكاء الضلال. وهما ما هم متباعدين غير ما هم واحد. ما هم واحد. قارب هما قاع في الشعر الفصيح من من منهم هما في الغناء. الشعر الفصيح ياسر فيه الشعراء الشعر العربي القديم. ياسر فيه يبكي الطلل لا اياك يجعل من ذاك الجسر يعبر منه شور النسيب شور ذكره للطلل اللي ضع عيني المتحمله ويستدير شور نفسه يوصف من اللي هو الاثار اللي ترك فيه مثلا هذا المشهد هذا الربع الخالي والله الطلل زاد الى عاد قديم نقولوا طلل عاد جديد نقولوا ربع وهذا اللي خلى من الانيس واستوحشوه الاوابد والحيوانات كامله اللي اصلا تسكن اللابلد فتخلى من الانيس ويوصف حالته النفسيه وذاك الوصف للحاله النفسيه هو اللي يعود نسيب. زين حتى. وما حدا يوصف الطلل عنه مثلا استعجم الطلل انه لا يجيب وعنه خلى من الانيس هذه تعود وقفه طلليه. غير دائما ياسر فيه الشعر العربي يوقف بطلل لا اياك يجعل منه موجب لذكر اهل الطلل. زين حتى. ودائما هو الشاعر العربي هي المقدمات المقدمات الانسانيه اللي هي الغزل والطيف والنسيب والمقطع الطللي مقدمات توفوا هذا هو اسم على مسمى مقدمات يجعل من الشاعر يمهد بها الموضوع. ياسر فيه الشاعر العربي من يعود له يمدح يركز على مقطع رحلة ويوصف حيوان الوحش وذاك اللي يجبر في الرحلة كاملة من الصعوبة به اللي لا هي يبرر للممدوح مثلا لا هي يذكر للممدوح مشقة الرحلة شورو زين حتى منين يعود الصلاة هي غزل ياسر فيه تتلاشى مقطع الرحلة وتختفي منه تختفي منه التفاصيل ويركز الأعلى على 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 الطلل به اللي له يتخلص وعد النسيب ومن فم وعد الغزل وفم قاع مولي فارق اصلا يدعو دقيق بين الغزل والنسيب به اللي الغزل يقولوا عنه ذكر المحاسن الاخرى والنسيب ذكر الحاله النفسيه للشاعر من راسه الاخرى اذا ذاك فرق مولي بين النسيب زين حتى نجبر وياسر فيهم يخلطوا بينهم اللي هم بعد الشعراء القدماء يقعد يذكرون المحبوبه سابق طلل كي تقريبا يقول عنترة يا دار عبلت بالجواي تكلمي وعمي صباحا دار عبلت فاسلمي زين والله قول طرف يا دار ميت بالعلياء في السندي اقوت وطالع عليها السالي والابدي اذا الدار هون واضح عنها اللي رابطوا بها لا هذه المحبوبه زين حتى ايوه استاذي بالنسبه ل تفضلوا سامعتيني؟ ايه قولي لي خديجته يا غريد النحل صرت كذيك الا بعد اخلاقي تبغيك ما ننسى نوبك انت عليك انا وحديد على السبله ناقشنا مسله بين يديك وعلى سلسولك من قبله من درتي من هذي الحديد ومن درتي شن هذي المسله ومن درتي من سماك يا غريد النحله يا غريد النحله هذه الطلعة تدخل في إطاراش نسيب بكاء على طلال جامعة بينهم على القيد عليه الله يجازيك هذه الطلعة متمحضة للنسيب هذه الطلعة متمحضة للنسيب نجبروا نصوص حسانية تخلط بين المقطع الطللي والنسيب ونجبرها متمحضة للنسيب عينه ونجبرها متمحضة للطلل ويعود قاع الطلل يطلل فماتيها يعود يستفاد منه قاع لا الموعظة زين يعود الشاعر المغني يعود توفى دخلت الموعظه من هذه الدار اللي كانت فيها فريق وجاو جبرها ما تلف فيها حد وتغيرت احوالها كامله ويعود هذا يدل على الموعظه ولا فهم كاع شيء اكثر من ذا كي تقريبا قول انا
مرحوم سيدي ولد الداهي. سبحانك الحي القهار يكون تويرت المهار ورار وحسية قصار واللي تعرف من حد يعيش مات من رداد أخبار الشاف والأصدار والحشيش بين بطش الدهر الغدار عادوا من الأقدار والبطيش مطليش بلدهم قفار أصل الدهر يقلب بطيش أصل الدهر يقلب بطيش بالتقلاب اللي ماه شوي شوف حسية روضة مطليش عاد وعاد واللي يخي مطليش في سهو تنويش هذا النص متمحض هذه وقفة طلالية مولاها مستدل بها على الموعظة وعلى قدرة الله تبارك وتعالى وعلى فناء الدنيا ولا فيها شيء زايد على هذا بينما قصة ابنين يقول والقصري يا مصداري بالقان حياة ذاك اللي شكيت انه مات قبل من ترياعي ومحات من الأخلاق اللي خاطيها تلفت عليها مرات كيف اللي ناس يشي فيها وعقبت منين بعيد بقات من بيت تلفت عليها هذا مولي واضح انه دار اللي مثلا علاقته بها هي لا مثلا هذه الخلطة اللي كانوا فيها وذكريات اللي تحمل نجبروا الصعينة نص يبدأ طلل وعقب يعود غزل كيف يجبر بعض مثلا ذاك النوع من النصوص ذاك نبتوا خالق نص ما نعرف كان اللي يستحضروا ولا محمد الأحمد يورا يقوله متين حد لابو قض وقض على تنتقض ما يسمي حد فطن عن ذاك وعظ هذه موعظة منين نص يقول متين حاسي في التعدال الشابه وعندي محال وكيف تنتقض في التحجال جات الذكرى وكيف تنتقض في التحجال ما نرضى ما هو قاع قض وهذا بيك ما ينقال تتكذب فيه وتغمض أصلت تروح أنت يا دلال لجنة مروحة بعد بيار الله المزين أستاذي خديجته لا هنا احكي لك طلعه وتقولي لي تعرفي هذا مهم جدا وهذا بحد ذاته دروس يقدمها برنامج الاديب اضافيه بعيده قاع عن الجوائز لانه هذا مفصول فيه خصوصا للشباب اللي الحمد لله يقول له اغنيه جديد طلعه قديمه فرع الجرك اللي بيسل العبار اللي فيه الجرك والحجار وجوههم سائل من حمار لحرش ذاك المسير نبغيه بيه نعرف فيها انا دار نعرفها في الدهر تغليه حسن به هذا الدهر وصدق قبل غير الدهر سكبي ما يحسن بأيام على حد ما بأيام أخرى ساعة عليه هذه الطلعة علقي لي عليها في دقيقة هذا الجزء الأول ما بقول معك إن شاء الله بعد هاي طلعة اللي أنا شيء أنا شيء كامل تكلم فيه المغني والله الشاعر عن حالته هو النفسية والله عن ذكريات مثلا هو بتأسف على مثلا عنها وفات على فواتها شيء كامل يعبر عن حالة نفسية نقول عن معناها النسيب يتحدث عن الحالة النفسية بكاء على الأطلال يتحدث عن بالنسبة للشاعر العربي معدله معبر جسر يعبر منه شعور النسيب وبالنسبة للشعراء الميتانيين يعيا ذاك يعود يا غير ملي يعيا ويعود ولا موعظة وتوف كيف شكرا جزيلا شكرا جزيلا تحية كبيرة تحية تقدير واحترام للأستاذة الدكتورة الراوية والناقدة خديجة منتشاه نوقف معاك الجزء الأول إن شاء الله لنا عودة إليك إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته نعود بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة المدينة الفضائية وإلى المتسابق الثالث معنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى وقوته سيقدم نصه وسيقدم الأديب والناقد محمد الأمين الأحمد دية تعليقه على النص إذن المتسابق الرابع هو أحمد والعموه عفوا المتسابق الثالث هو أحمد والباب الدين أحمد والباب الدين الاسم أحمد والباب الدين مواليد 99 مقاطعة المنذرة طبيعي للدورة الأول الحمد لله كان جيد شفنا فيه النقد البناء وشاكر الأستاذ محمد الأمين الأحمد دية وأتمنى التوفيق لي ولبقية المتسابقين أه
مرحبا بكم مرة ثانية معنا مشاهدين الكرام، مشاهدي برنامج الأديب في هذه الحلقة العاشرة والأخيرة من الدور الثاني من مسابقة الأديب. أحمد تش حالك والباب الدين؟ ما شاء الله بارك الله لباس. نور بخير وعلى بركة الله. قد من نصك سابق النص نقزر شوي بما أن الليلة ليلة الجمعة بما أن الليلة ليلة الجمعة والعشرة الأخيرة من رمضان يقدم نص مديح سابق مشاركة. والله يقول راي ما تحكوا عليه درت العول ونبغيه، يا الرسول النزيه الغليظ كبير الشان، اللي ما تحك راعيه فيه الدرجة والمان، وله في اللي خاطيه كبير الشان قران، والمدح اللي خاطيك فضول وله مان، بك اللي فيك اللي فيك مشي زيان زيان مدحك صلى الله عليه وسلم. نورك بد في البلاد سابق تخلق الأجواد، وانت بيك الجواد فيها تقسم في القرآن، وكمل فيك تمجاد قاع في سن الصبيان، والمدح اللي خاطيك فضول وله مان، بك اللي فيك اللي فيك مشي زيان زيان صلى الله عليه وسلم. نص المشاركة تقول صعنا الاستعمار إلى راح، وشتت وتفشول ونجاح، لين القال أحمد للديداح، وسيد أحمد والشيخ وبكار قالوا هو فم بالسلاح، عنا بعد بلد من الأخبار، راحوا به وقبوه بليد، حلبوا له زاد درار مرار، وكافي مثال أحمد للديد وسيد أحمد والشيخ وبكار. شكرا جزيلا للمتسابق أحمد والباب الدين. نتوجه إلى الناقد والأديب الأستاذ محمد لمين والأحمد دية. بسم الله. حياك الله أحمد. حياك الله وبيك. هنيئا لك على الوصول لهذه المرحلة. الله يبارك فيك. وهنيئا لك على التوفيق في النص من حيث الالتزام بالموضوع ومجيبة المطلوب. صعنا ملي إلا من قاموس السماء، من قاموس المقاومة. صعنا من قاموس المقاومة. تالي موفقة زادها. صعنا الاستعمار إلى راح، وشتت وتفشول ونجاح. زين حتى. زين. لين قال أحمد للديداح. وطبعا أح الحسانية عندها دلالتها النشوة البهجة و طمأنينة والسرور ذا كامل عنده، توحي بذا كامل في المعجم الحساني. مثلا عنها مشحونة ورافدة من المعنى هي اللا آح، هي اللا قد قاعيات ود اللا مثلا لا إرادية، غير فهم فرق كبير بين هي وآح، مع أنه ما متباعدات في اللفظ، غير كلهم عندها سبحان الله عندها شحنة فيها ياسم معنى. لين قال أحمد للديداح والسيد أحمد والشيخ وبكار، أنت زدت على المجموعة اللي سبقتك برابع، بذكر شخص رابع من أبطال المقاومة، هم ذكروا ثلاثة مع ذا بعد ما في شيء أني تقي اللي ما حددنا لكم، غير بعد تو عنك وياك يضيق الخناق طبعا، حد جايب ثلاثة لا تروسيهم، أوكي حد جايب أربعة. لين قال أحمد للديداح والسيد أحمد والشيخ وبكار قالوها، وفهم بالسلاح اللي هو المستعمر، عنا بعد بلد من الأخبار، راحوا به وقبضوه بليد، حلبوا له زاد مرار درار مرار، هاي زاد اللي أنا اخترق بيجيب لي الشيماء وهي هون ويبدأ لا تجبروا. برد التافريت شوي، ما هي معنى تافريت معناها، هل بقولوا درار مرار فيها المعنى. وكافي مثال أحمد للديد، وزين عندي أنك اللي انت تقعد طلعة الله يقاب الطلعة وتريد تروسي عدلتم هو كمثال، حتسمعك يعرف عن أبطال المقاومة ماذا قدهم، هذا فيه شوي من الحضور والحذوقية. معناها عن النصوص اللي سبقوه يقدر يفهم منهم على الأبطال لا قدهم، لا قدهم. بينما تيلين قلت كافي مثال،
قابل مثيله وتوف قابل نماذج كافي مثال أحمد الديد وسيد أحمد والشيخ وبكار وتحية لك على الناس الله يحييك قدوة الأديب محمد الأمين والأحمد الدية على هذا النقد لنص هذا المشارك الآن نعود إليه طبعا محمد الأمين وفي فقرة الارتجال جاهز أحمد أحمد باب الدين أحمد باب الدين تروسيه زين اللغنة من المغني عبارة أخرى أحمد باب الدين من المغني زين تروسيه اللغنة أحمد باب الدين تروسيه زين اللغنة من المغني ولاه غريبة زاد علي أيوة ولاه غريبة زاد علي إذا عاد ما غريبة زاد علي يا الله يتربش إيه إيه أحمد باب الدين ورزين ها أحمد باب الدين ورزين أحمد باب الدين ورزين ما اسمه أحمد باب الدين ورزين بها لحق لي ذا ولاهي غريبة زاد عليه أحمد باب الدين ورزين ورزين أحمد باب الدين ورزين أحمد باب الدين تروسيه زين اللغنة من المغنين ولاهي غريبة زاد عليه أحمد باب الدين ورزين جازك على راسك وجازني أنا مدع عنك الله يجازك أحمد باب الدين تروسيه زين اللغنة من المغنين وأحمد باب الدين اسكي بيه واسكي بيه أحمد باب الدين تحية لك ونتمنى لك توفيق شكرا جزيلا للناقد والأديب محمد الأمين والأحمد دية على هذا النقد لنص هذا المشارك شكرا جزيلا لك الآن هذا هو قاف البرنامج اللي توزن على التلقيفان وتغني باش تعود أديب أعرف عن هذا رمضان ووعد لك برنامج لديب النقاد الحي الجواد ما وساهم في النقد قداد هذه إشادات نختار نقول على عترتها من بعض الناس اللي البرنامج وأسرة البرنامج ما عندها بهم ما أي معرفة كون أنهم تجمعهم الجمهورية الإسلامية الموريتانية فقط هي وجهات نظر وإحنا من حقنا علينا نأخذ إشاداتهم في البرنامج ولذلك اخترنا نأخذ بعضها يقول الأديب محمد الراضي النقاد الحي الجواد ما وساهم في النقد قداد فيهم شي ما لازم ينشاد بنقد ويفوت علينا بالمجاملة والتلواد الأمور احنا ما تعنينا غير اللي شال من النقاد راس عامة بين يدينا ونقد فيه جبرنا مفاد ألا محمد لمين راعيه وفي النقد اللي زاد وفي النقد ألا محمد لمين راعيه وفي النقد اللي زاد نقد عاد احنا كافينا ولا يقارن باللي خاطيه عالم في النقد ظهر فينا يعرف ذاك اللي واحد فيه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نصل بكم إلى فقرة المتسابق الرابع أحمد والعموه نبقى مع عنصر تعريفي بالمتسابق ثم نعود بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المتكلم أحمد العمو أحد المتسابقين في مسابقة الأديب متأهل للدور الثاني والأسباب اللي جعلتني أشارك في الأديب والدوافع اللي جعلتني أشارك فيهم عنها مسابقة شفافة وعنها إن شاء الله مترشح لها ياس من المتسابقين ولكن كان يدل على شيء فإنما يدل على شفافيته وزي نقدها وقبال الناس عليها عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام مشاهدي قناة المدينة الفضائية ونستمع وإياكم إلى مشاركة المتسابق أحمد والعموه أحمد تشحالك ياك لباس مرحبا وأهلا ما شاء الله بسم الله على بركة الله قدمنا نصك
حييكم، حي الضيف وحي الناقد محمد الأمين الأحمدية. تحية لك. موريتانيا دافرها كان كبولاني وعليها شان حرب، وكان وجاو العربان وزاحوا بالكفاح الستار حمل الديد، وجاه الدان وملاي وبكار مجسار، وخلبوا الصمود بالكيد والقصف الدائم، والتعمار واللي خاليها حمل الديد والدان وملاي وبكار. شكرا جزيلا للمتسابق احمد والعموه. احنا هذا المقدمين الان سمعونا الصاكوتوب حتى ما قدروا نصفقوا لك اياك ما نظل مصحابك، لكن الناقد والاديب الاستاذ محمد الامين الاحمديه لديه ما يقوله وهو بينكم عادل ان شاء الله. تفضلوا الاستاذ. حياك الله احمد. حياكم الله. هنيئا لك على الوصول لمرحله. شكرا. موريتاني دافرها كان كبولاني وعليها شان حربه، شان تحت خط من قد قاع معنى، من قد عنا مثلا قد نجبر شي موهية قرب هو الحسانية، وثانيا قاع من ناحية الوزن عن سكونها مدوبل ما هو كيف سكون أصحاباتها، فاهم؟ سكون كان والدان والعربان ما هو كيف شان، وعليها شان حرب كان وجاءوا العربان وزاحوا بالكفاح الستار. هاي الستار مدي ما كنت نختارك عندك ياسر راوي إن شاء الله تدري إنك بط راوي بكار، طبعا الله لعنك قيصر راوي وعد بكار إنك بط راوي مريم إن شاء الله معرم تقول شنو الأشعار وتكثر فيه الأخبار وتخبط فيه التعمار، فاهم؟ مثل ياسر ما يوفى الستار ما كنت عجلت عليها عندي شوي، كونك بديت بشام وقصت زاحو وقفلت بالستار بالتالي الرابعة عجلة شوي عندي، وزاحو بالكفاح الستار أحمل الديد. شوف قلت وجاو العربان تهون جامعهم، وزاحو بالكفاح الستار أحمل الديد وجاه الدان، فهم؟ ترك ني قلت زاحو بالكفاح الستار تلبي احمد الديد كمفرد، كنت يلا تستفرها معك شوي. وجاه الدان فهم شوخر تاريخيا مثلا تدان مالك تعرفه الدان اللي هو الدان من السويد احمد الدان تعرف الدان تعرف منه الدان عبد الرحمن والبكار السويد احمد السويد احمد ما يلتقي تجيب الدان سابق والده أولا، فاهم؟ قلت جاه الدان ومولاي وبكار وظهر وظاهر لي ولا يدار قاع، فهمت أنا وتوب أنك ما تعرف علاقة الدان وبكار، لكن ترى العلاقة ما تعدل الترتيب، هيك فهمته؟ هيك فهمته أنا. الدان معروف أمير من أمراء اللي جاهدوا ضد المستعمر، ويقير بكار والده وهو الدان قطعا من ابطال المقاومه، وعنده قاع قصته الشهيره اللي قال في لتفتار، قال لهم عن قانون لتفتار قصه شهيره. بالتالي الملاحظه عندي لا عنك سبكت الدان على بكار، وبكار هو الكبير، بكار هو الوالد، وجبتم اللي عدلت الشان شان قبيل هو اللي عدلتم اللي ما قعدت تطلع اللي هو مجسار فهم ذاك سكون موكي ستار راء ستار ما هي راء ستار، وخلب الصمود وبالكيد والقصف الدائم والتعمار واللي خالي هم اللي تحته خط واللي خالي يحمل الديد والدان ملاي وبكار، تميت الدان لابسه بقول بكار يقير للأمانة التاريخية والاعتراف بجميل الناس الأخرى، ما الله تقول عن الاستعمار خالي لا ذو الأربعة ذا مقاومين أخرين، يلا قبيل تستفرهم على شوي كيف قال صاحبك السابقك كمثال جاب مثالته،
هذا أبطال، ما في أي شك عنهم أبطال، من أبطال المقاومة، وعنهم ماتوا في سبيل الدفاع عن هذا الوطن. هذا ما فيه جدل ولا فيه مراء. يقير كونك مثلا تخسر كفاح المستعمر في ذو الأربعة، أنا شاك عنك ظلمت الأبطال الأخرين من الجهات الأخرين. ذاك فهمتوا؟ بالتالي كنت يلا قبيل تعود حاضر عندي واللي خالي. خلي بالصمود صحيح وبالكي والقصف الدائم والتعمار اللي قاعد قابلي، غير من خالي يلا قبيل تحاول عنك تهذب إلين تعود قاع ما أسأت على أحد. وذاك اللام من اللي يدعي له برنامج لديب عن لغنة زين في عود لديب، عود ملاه طارح الأخلاق عنه ما يسيد الحد. ذاك هو لغنة وذاك الأخرى اللي أشتوه. عموما نص بعد اللام اللي بتيت التام ولا في الموضوع ولا جاب التروس قطع المواصفات كامل فيه، أنا هباط ذيك الناحية لا تخلى علي، لا في من الملاحظات اللي قلت لك ولا هنجيسوا. إذن مباشرة نتوجه مع الأديب والناقد محمد الأمين الحمدية ومع المتسابق أحمد والعموه إلى فقرة الارتجال. على بركة الله الأديب محمد الأمين الناقد. جاهز أحمد؟ ربما روسة لبطان أحمد دبع فلبتيت ولا صاد وعار. 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 مولاي الزين مع أحمد. ها؟ مولاي الزين مع أحمد بدان. بها لا تملحق لي. حنين. مهم علينا إني نوصل على حد منكم شيء بعد ما بصورته يقولها. شنو بتم المقلع مولي؟ المقلع. روس الأبطال أحمد دبعد فلبتيت ولا صاد وعار. وقتك روالك وافي. روس الأبطال أحمد دبعد فلبتيت ولا صاد وعار. دات لك دقيقة زايدة شوي. دقيقة وثواني. روس الأبطال أحمد دبعد فلبتيت ولا صاد وعار. روس الأبطال وكيف أحمد ولد ديدور وسبكاء. روس الأبطال وكيف أحمد ولد ديدور وسبكاء. روس الأبطال وكيف أحمد. شنبته؟ روس الأبطال وكيف أحمد. روس الأبطال وكيف أحمد. أيوة. ولد ديدور وسبكاء. البقية. ولد ديدور وسبكاء. كيف أحمد ولد ديد؟ كيف أحمد ولد ديدور وسبكاء. كيف أحمد ولد ديد وروسه بكار؟ ما هذا قلت؟ ديد وروسه بكار. روسه الأبطال أحمد وبعد في البتيت ولا صاد وعار. روسه الأبطال ملي عليتها لي قبيل باطلين جبت ملاي طلعتك جيبه ملي لا قول روسه ملاي بار. وروسه الأحمد ولد ديد فاهم ياك تعود قاعدة كاملة وملس. روسه ملاي وروسه الأحمد ولد ديد وروسه بكار. روس الأبطال أحمد وبعد في البتيت ولا صاد وعار. يسوى ما أعرف صيدة عبد الرحمن الدان ببكار. شكرا لك وأتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا جزيلا لك الناقد والأديب الأستاذ محمد الأمين والأحمدية، وشكرا للمتسابق أحمد والعموه. الآن نتوجه إلى المتسابق سيد عمر والتار. علاك الرب بخلقك والناس تراعي، وغلى مدحك حسان وكعب والبصيري والبراعي، والهر فيك المزل كبير يسعدك من مزل تشير، تظل لك الملاك في الهجير تولي غيرك مداعي، وبشر بيك الكون تباشير بيك اللي المولى داعي، وساعي في مرقمت بالكثير مانك في مر الغيره ساعي، وفقراش وتكلف المغير ومين وصدوق وواعي، وذاك الخصك به القدير ما ريت الليل ومداعي، ولا ريت حاصيه تسرسير ولا ريت حاصيه بداعي سعدك، ولا عينك في المدح انت بيك انختمت الانبية، وعليك ذنفات المليك وفيك اللي ما عينه في تراعي، شوف منين تغمض عينيك يتم القلب اللاواعي،
وكفاك الملك عاديك ما رت عن بيك انتفاعي وذراع الشقام يلاغيك ودرت بيك غلوز الراعي وتراعي فيك ذاك وكافيك قاع عنك فيك ذاك تراعي ومن احسان عليك الناشيك عند منين يقوم الداعي عن مفتاح الجنه في يديك وانك في المحشر شفاعي سعدك يلي علاك الرب بخلقك والناس تراعي واغلى مدحك حسان وكعب والبصيري والبراعي. هذا طلع في المديح النبوي للاستاذ الاديب والناقد محمد لمين والأحمدية. نتوجه الى المتسابق سيد عمر، لكن نبقى مع عنصر تعريفي بالمتسابق ثم نعود اليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. استعمر للتارة أحد المتأهلين للدور الثاني مسابقة لدي بنسختها الأولى، والدور الأول ما شفنا فيه يكون شكنا متوقعين أنه هو اللي لا يخلق، وراجي التوفيق لي ولجميع المتسابقين في باقي الأدوار. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج الأديب عبر قناة المدينة الفضائية في هذه النسخة في الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني مع المتسابقين ومع آخر متسابق معنا الليلة وهو المتسابق سيد عمر وللتار. سيد عمر كيف حالك؟ بسم الله على بركة الله، قدمنا نصك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المشاركة تقول: بكار وجاه الأخيار كسر الاستعمار وذبار لخلقات أيام صبار وأحمد للديد في مجرى وكسر الاستعمار في مدار وللصفرة دون الشفر والاستعمار مع أنه شعمد والساهل لاقد الدفرة بكار وجاه وأحمد للديد وللصفرة. شكرا جزيلا للمتسابق سيد عمر وللتار، لكن قلت لاصحابك المتسابقين لا نصنتوا زين ولا شيء ما نفاصلوها، نتوجه الى الناقد والاديب الاستاذ محمد لمين والأحمدية. استاذ احمد لمين، امامكم نص سيد عمر. حياك الله سيد عمر. الله يحييك. هنيئا لك للوصول لهذه المرحله، وهنيئا لك من اعداد النص، ولا نقول لك فيه شكرا ما يعرفوها المتسابقين ولا يعرفوه المشاهدين، غير لا نقولها لهم سر لا ينفشيه لهم، لا نقول لهم عند النص. هاي الطلعة جات ساعة ونص عقب الإعلان، عقب الإعلان في الحلقة الماضية الإعلان يدور عود الإعلان يدور عود خلق قريب من دور عود الثالثة والنص تقريبا، سابق الخامسة، سابق الخامسة هاي طلعة جاتنا من الشهر المنسق سابق الخامس، هاي شهادة بقى. تحية للسيد عمر. وإذا بعد قايلوا ما معنى هاني دور المتسابقين لا مزاد توفى حلقة الليلة يقوموا جايين دفاع. زي يسوى حد يقول شيء يبطى ما قال ويعود زين اشبه له. العجلة معنا الصح بها بالمسابقات، المهم لكن اللي مشي رجع يعود مضبوط وما باس قاع مولي تمشيه تالي منها تالي من هذا الناس ما تشي ما باس ما تشي مو مشي قاع يا غير. بعد عموما المسابقات تو نصيحه عن العجله في في في, في المسابقات ما هي زينه، حديت لنا وطبعا الناس ما هي واحد وقرايحه وذاك ما هو واحد غير. بعد عموما قلت العجله فيها اللي ما تخصرش. هالنص فاجئني عنه كي قلت لك جاني ساعة ونص عقب الحلقة. بكار وجاه الأخيار كسروا الاستعمار وذبار لخلقات أيام الزبار وأحمد ولد الديد في مجرى وكسر الاستعمار في مدار ولد الصفرة دون الشفرة والاستعمار مع أنه شعمد. زين عندي للناس زين عندي فيه جماليات وقاع ياسر، كي نقول لكم دائما عن ناقد زين فيه تم يبين جماليات، ما هو لا نص مثلا ما فيش قاره يقول عن الناس ما فيش قاره توفوا ولا يخليك تتخطى الناس ما فيش قاره غير فيه جماليات. زين هو الناس اللي عاد ما فيش قاره معناه انك تخليه يتخطى.
هذا ما هو سليم، ما هو سليم في النقد. زين. نص ما فيش قال معناه إنه زين. لو قول زين من منين؟ لا الحي. يلا الطهر للمتسابق لنا زين من منين؟ فهم قاعد شيء قدوة فيت المتسابق. لا الحي. بكار وجاه الأخيار كسروا الاستعمار زين عندي الصفة اللي وصفت بها بكار وجاهة هي نفسها اللي وصفت بها أحمد الدين وصفت بها ولد الصفرة. هذا حضور. ما قلت ماذا عن واحد واحدين كسروا الاستعمار واحدين جابوا عمره إلى واحدين توطأوا عليها بط نفس الصفة اللي وصفت بها الأولين تميت قديتهم عدلت بيناتهم. بكار وجاه الأخيار كسروا الاستعمار ودبار الخلقات أيام الزبار وأحمد للديد وأحمد للديد في مجرى معناه أنه لا معاهم في كسر الاستعمار وكسر الاستعمار في مدار وللصفرة دون الشفرة أو تقدام لا يملي تقاديهم في مسل أخرى إلينا وصلت شور القاف قلت الاستعمار معنه شعمد معنه شعمد فيها نوع من نعيد قوة المستعمر ملاها ما ينحسد عليها تحية لك. أنت قبضت طريقة عنتر عنترة العبسي ومدجج يخشى الكومات ونزاله أنت قبضت عنه هم اللي لين عدوا ما عدوا الحد مثلا بلي مثلا هذا استعمار شعمد استعمار مثلا باسط قوته في تراب الاستعمار معنه شعمد لين فت بعد قاعد بينت قوة الاستعمار لا يتبين عنه هم هو اللي مشعمد عن وساهل لا قد الدفرة بكار وجاهة وأحمد وللدي وللصبرة هذا 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 إبداع رواه إبداع ليك دفرة وصفرة مثلا جمالياتها ما هي دارقة عليك ولا هي دارقة على المتلقي هذا نص اللغنة وشاطر إن شاء الله شاطر واللي قلت لك قلت لك عن أحمد وأحمد باب الدين وعبد الرحمن من الشعار ويونس كاملهم مجتمعين أشطرهم طلعت وللتاء ها راه مول الارتجال لا قابلته ها إخبارته زين حتى أحمد وأحمد باب الدين وعبد الرحمن من الشعار ويونس كاملهم مجتمعين أشطرهم طلعت وللتار وللتار لا هي المخرج نقيسه إذن مرة أخرى نعود إلى المتسابق سيد عمر وللتار وفي فقرة الارتجال سيد عمر جاهز؟ جاهز على بركة الله على بركة الله غنوا ورساوا في الأشعار أصحابك كاملهم في بلد وأنا أكذيك أصحابك أنا أتكلم معك تنقول لك أصحابك تقد أنت تقبلها أصحابي مثلا ذاك قالوا لكم كاملين معناها أنه مفتوح لكم الباب قضية المخاطر منكم بغى كيف عدد واحدين يخاطب راسه والمنكم يبغى يخاطب وبدأ العد التنازلي شكيفو مرة غنى ولو ساو في الأشعار أصحابك كاملهم في بلد المتسابق عبد الرحمن سيد عمر وللتار دقيقة ونصف دقيقة يا سيد عمر غنى ولو ساو في الأشعار أصحابك كاملهم في بلد أصحابك كاملهم في بلد غير انت غير انت يا غير انت يا ولد الثار روسيت تروسيك مسند غير انت يا ولد الثار روسيت تروسيك مسند ما هذا اول قلت نتكلم عني انا انا اللي هو ولد الثار ولد الثار هو قلت انا ولد الثار نتكلم عني انا هذا قايل وانا مثلا قلنا وروساو في الاشعار اصحابك كاملهم في بلد قلت انت يا غير انت يا ولد الثار نقول لك رواية غريبة عن ليتها في يوتيوب صيرتها هذه عني لا يلكت أنا قايل لها زين حكا باش تتفكر تبارك الله يا غير انت يا ولد التار سيد عمر من الأخبار بلد غناو غناو روساو في الأشعار أصحابك كاملهم في بلد يا غير انت يا ولد التار سيد عمر من الأخبار بلد ولا هي نختم لك هون نص لهذا الموضوع
تغني بمجاهد الوطن وابطال المقاومه وقفنا في وجه وقفنا في وجه الاحتلال بالعلم والزعم الابطال. نوبه فيها الابطال قلال ولسنا فيها مدروكه وطرق مدهوكه نهب المال وطرق لهانه مدهوكه والحيه منهوكه وطوال نوبات الحيه منهوكه. ومع هذا من قصف الحال ومع هذا من بيلوكه قد منين يسلوا الاغوال داروكه توقف داروكه. زين من الابطال بعزم ونضال همتها ما هي مدروكه مجروكه بالدين وباحبال عز دولتنا مجروكه. الله الله. ونسلت شوكه الاستعمار معروكه تعقب معروكه باحمد وبسيدي زين وبكار سيد احمد مدروكه وياقيلي وعلي الاخيار وبالعروسي وبعبدوكه. الله اللي مزين ذا. وسلت شوكه الاستعمار معروكه تعقد معروكه باحمد وبسيدي وبكار وبسيد احمد مدروكه وبياقيلي وعلي الاخيار وبالعروسي وبعبدوكه. وشكرا لك واتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا للاديب والناقد محمد الامين والاحمد دية وشكرا للمتسابق سيد عمر والتار. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لازلتم تتابعون هذه الحلقة المباشرة من برنامج الأديب عبر قناة المدينة الفضائية. والآن نصل بكم إلى النتائج. المتأهلون للدور الثالث: السالك محمد الإمام الذي تحصل في الحضور على 10 والطلعة 58/60، يعني النسبة المئوية التي تحصل عليها 97%. جيد. المتسابق سيد محمود الذهبي حصل في الحضور على 10 والطلعة 58 وفي الارتشال 28، المجموع 96%، والله في المية. الشيخ الولي المختار السالم الحضور المسرحي 10 الطلعة 57 الارتجال 28 المجموع 95%. محمد ببانو للبان الحضور المسرحي 10 الطلعة 57 الارتجال 27 المجموع 94%. إذن الذين للأسف الشديد سيغادرون الأستاذ المتسابق ب وللعباس الحضور المسرحي 10 الطلعة 55 الارتجال 28 المجموع ب وللعباس الحضور المسرحي 10 الطلعة 55 الارتجال 28 المجموع 93. إذن اثنان سيغادران، ثلاثة سيغادرون للأسف الشديد، وهذه هي سنة الحياة. فالمسابقة لابد من فائز وخاسر. محمد يحيى والبتاه الحضور المسرحي 10 الطلعة 50 الارتجال 28 المجموع 88، هذا سيغادرنا للأسف الشديد. السالك محمد الإمام 10 في الحضور المسرحي. السالك محمد الإمام سيدي محمد ولي الذهبي الشيخ الولي المختار السالم محمد ببان المبان ب وللعباس محمد يحيى والبتاه. إذن مشاهدينا الكرام لازلتم في المشاهدة في الاستماع والاستمتاع بهذه الحلقة المباشرة من برنامج الأديب، والتي نستضيف لكم فيها في فقرة ضيف الأديب الراوية والناقدة الدكتورة خديجة منتشاه، والتي نعود إليها في الجزء الثاني من هذه الحلقة.
عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المدينة الفضائية. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة الناقدة الراوية خديجة منتشاه. خديجة ياك لباس؟ ما شاء الله ياك الخير تبارك الله. خديجة الليلة ليلة الجمعة وليلة هذه الليلة مولي وهذا التاريخ من الشهر الفضيل، وارك خرص انت ذاك اللي حذاكم للدب ما توصي قاع مثلا بعرض ذاك اللي نحكي كان للدب المستمعين المشاهدين خرص ذاك اللي تحكي لهم للدب حاضر عندك حالا، وإلى عاد مولف ملاحظة في ذاك اللي سنناقشنا قبل في الفقرة الأولى فضيفيها لنا. مرحبا. شكرا. مرحبا وسهلا. خرصي كانت تحكي لنا شيء بما أنها ليت الجمعة ووتر دعني لا كافيه اللي حكيت انا فتلكم على اني ذوقي مثلا في رغم لا ذوق المواضيع الاثنين ولا رانا بسيناهم يعني تعودوا فما على كل حال الغناء هذا الغناء القديم خالق طالع بويل حاجة التريباط من عيون النسيب عندي عنها المساعي عبد الجليل هذيك يقوله حدك صار لي الدهر قطار الدمع على دار مبطار حق ذاك المثل عارق دريك صار حد تواسيه غير قطار الدمع على دار مبطار بلا غرضي فيه الحق اني نتفقد شي فم عيت نراهب وديه وتم دمع لا يمشي ما هو قاع عن المشي بعد مزيان اللي لهي الطلعه حدك صار لي الدهر قطار الدمع على دار مبطار حق ذاك المثل عار يقدر يكسر حد تواسيه غير قطار الدمع لدار مبطار بلا غرضي فيه زين الحق اني نتفقد شي فم عيت راه وديه وتم الدمع لا يمشي ما هو قاع عن المشي لا مزيان ما مزيان هذه طلع واضح عنها 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 نسي علاقه الشاعر بهذا الديار دار مبطار هذه لا واضحه مثلا ما هي ما هو طال على بابه عن الفرق مثلا خالق بين صنت لك الفرق ما نعرف الذاكره لا اللي حصل عندك من الادب وتوف احكيه لنا احنا لا اللي حاصل عندك من الادب احكيه لنا وسوى في اي غرض سمعتي احكيه لنا وتوف في أي غرض من الأغراض تبغي تحكي لنا فيه شي احكي لنا فيه خالقة طالعة زاد هي المرحوم سيدي ولده هي ولا فيها زاد هي طلع في النسيب ذكرتها شنبتها يقول حاج لك يا الدلال قبال يومك ذاك تقود زوزال حاج لك يا الدلال قبال يومك ذاك تقود زوزال الحمام الكبير الجفال اللي كان اصلا لمياه انا وال عليه التحوال من شرق شوقي تلحقناه ذاك اليوم انت الدلال ما هم شي تقدر تنساه زين حتى طاح الضوي قد اللي طاح يعطيك فطن زاد يوم اخر كيف مما اعطاه هذا نسيب هذا نسيب زين حتى نسيب واضح راهو الصاب ياسر قاع عند المغنيين دار كذا وهذه قلات دار الفلانية وقلات كذا وقلات فاسة قلات كذا ذاك بالنسبة لي مثلا ما هو ما يدخل عندي قاع في النسيب اللي كيف قلنا النسيب تعبير عن معاناة عن وجدان زين وموضوع زين في الشعر وزين في الغناء به اللي موضوع إنساني تحس به الناس كاملة ويشدها للشاعر به اللي موضوع مشترك زين حتى خديجته هذا البرنامج كان أول ضيف فيه هو الأستاذ والوزير عبد الله السالم وللمعلاء وخيرت ما نقدر نزيد فوق ذا به اللي نين نعطي تعريف نين نقول عبد الله السالم وللمعلاء وتريت نقول وكذا وكذا يعود لك حشو كان هو أول ضيف لهذا البرنامج والبرنامج حريص على انه ما يجي معهم ضيوف يليقوا بالمشاهد ويليقوا معنى الاديب. الاديب عبد الله السالم والمعلى الوزير ناقد الفقيه به اللي حد يعرف عبد الله السالم والمعلى يعرف عنه ذاك كامل فيه. كشل البرنامج بطلعه تقول
يلديب يلديب أديب الجول ما يسول دهر الطالب عن ذاك الفوت يسول عنه ذاك اللي لا هجيم يلديب أديب الجول ما يسول دهر الطالب عن ذاك الفوت يسول عنه ذاك اللي لا هجيم أباش تعود إلينا تعود أديب ولك بيها مشهود من صغرك وراني هنا موصل المغنيين هم هذه الطلعة وفرصة مجيبت لهم والأحمدية اللي جاب لهم وللمعلّى ينتبهوا لياسر من شيء عندنا في الحسانية اللي تعود فيه أخطاء به اللي نعود إحنا نقوله من صغرك وللمعلّى يقول من صغرك يا الله لا نتلب ذاك اللي قاله وللمعلّى الصح وذاك اللي عندنا يا لديب أديب الجول ما يسول دهر الطالب عن ذاك الفوت يسول عنه ذاك اللي لا يجيب أباش تعود إلينا السود أديب ولك بيها مشهود من صغرك لا تبخل مجهود في العلم والأخلاق وفي الطيب لا ترضى فر بصغر العود بصغر العود أمّلّي وللمعلّى قالنا بصغر العود معناها على نيانك تنقول له بصغر العود يا الله خليها الصالح اللي ذاك اللي قاله وللمعلّى أباش تعود إلينا السود أديب ولك بيها مشهود من صغرك لا تبخل مجهود في العلم والأخلاق وفي الطيب لا ترضى فر بصغر العود هذا قاع في طنط قريب يسوى عالم علمك مرفود عود أديب يسوى طبيب عود أديب ويسوى موعود والله ما شاغل فيك الذيب عود أديب هذا قاع في طنط قريب يسوى عالم علمك مرفود عود أديب يسوى طبيب عود أديب ويسوى موعود والله ما شاغل فيك الذيب عود أديب وعود أديب في البرود أديب فوقات تكهريب عود أديب وعودتي عود أديب وتوك موجود عود أديب وفمنين تغيب عود أديب عود مع السود والبيض أديب الشباب وشيب إلين تعود الدور تعود أديب الدور تعود أديب لعاد بعضهم مش قال لا من قراءتي أنا للطلعة ما هم ذاك اللي قال معلمان الله إذن ضيفتنا الكريمة شكرا جزيلا لك إلى عاد تم إضافة إلى عاد عندك كلمة أخيرة تبغي تقوليها خديجة تمنتشيا نغتنم الفرصة وتقولينا آخر كلمة عندك إن شاء الله آخر كلمته أخيرة تختمي بها لقائنا معك مرحبا أنا جدا لكم الشكر شكرا وشاكرة هذا الشباب الناشئين ولم بعد قاع اهتمامهم بعد قاع بهذا الموروث اللي هو الغنى اللي ياسر من الناس قاع اللي أكبر منهم هما عادة زهدت فيه والله وحلت عنه وهذا على كل حال شكر مشكورين لي و الله يجازيك وشاكرة ملي شاكرة ناقد والأديب محمد الأمين على هذه المسابقة وعلى طريقته في النقد به اللي أولا هذه المسابقات اللي تنشوف يخلق فيه ماسر من الشيء فقد بالنسبة لي مثلا ما هو يعلى وتوف أولا عفاها بالسمس بعد قاع هذه واحدة ثانيا ناقد يعلى يعود واحد به اللي به اللي حد قبل مجموعة من الرواقي لجنة تقريبا كله طريقته هو نقد مدارس كله طريقته إذن اللي عنه به اللي إحنا هو ذا كان قبل الله من القدماء عكاظ والمربد ما كانت تقعد جماعة كبيرة كان في مرقاش معروف عنه مؤهل للنقد زين حتى عقب ذاك إحنا في الغنى كان النقد كان فيه لا مفاضلة فلان قال لك فلان أغنى من فلان غير ما قال لي ماذا هذا زين منه غناه والله هذا غناه مرفوض ما كان فيه تعليل بينما هذا ورك المسابقة الطريقة اللي قابض محمد الأمين اعتبرها مدرسة به اللي هو حد لين تناعت الملاحظة الجيدة وتناعت الملاحظة الأخرى السلبية هذا درس معناها عن النقد بينما النقد اللي كان خالق صيحة استحسان هذا نص زين كيما غناك هذا فلان غنى من فلان هذا ما يستفاد منه حد به اللي ما في تعليل لا يمشي لا يفيد حد ما في درس نوصي صالح الشباب اللي مهتمين بهذا التراث جزاهم الله خيرا عنهم يرتبطوا بالحسانية يرتبطوا لا باللهجة الحسانية اللجوء للعبارات الفصحى ما هو دليل على العتنة ما هو دليل على العتنة ابدا زين فعلا الفصحى متيسرة وغنية غير في مجالها هذا الغنى مدور من وعاء يحافظ على هذه اللهجة اللي هي خصوصيتنا ولهجتنا واللي عندها مش يقدر يحافظ اللي بها لا الغنى
منين عود غنى عاد خليط بين الفصيح وهذا الشعبي مالي مزين. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الدكتورة الراوية والناقدة والأديبة خديجة منتشاه، ولنا عودة إليك إن شاء الله في القرعة إن شاء الله. كل شيء هنا يخلق اللي يعود مباشر يعود فيه الله السجن بإذن الله تعالى وقوته. مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة المدينة الفضائية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأديب. نتوجه والليلة ليلة الجمعة إلى المداحة الشيخ والتقرأ والمداحة اللي معاه وعلى آلة النفار يسلموا ويمتعون إن شاء الله بمديح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم نعود بعد ذلك. بسم الله مداحة. Thank you.
شكرا جزيلا لفرقة المديح النبوي، بارك الله فيكم وعليكم، ورزقنا الله وإياكم ما في المحبة الخالصة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن نبقى مع فاصل إعلاني ثم نعود إن شاء الله. فاصل إعلاني، بعده مباشرة فقرة الحسانية تجمعنا. طريق صعيبة صعيبة صعيبة. وقلت لك قدر الرافق ينشف. هذا الورقة الزينة الحقيقية ورقة الرافق. قال الرافق. حق بعد. ظالم مجانا. أنا اللي زامن الأول للورقة المعلومة. فأنا أنت صاحبي. ايه؟ ولا تقعد تعود في منطقة ما جبت لك الورقة الزينة. أيوه بسم الله تفضل. والله. تفضل. ورقة الرافق ما كيفتها ورقة. وموجودة بجميع الأحجام وموزعها الوحيد مؤسسة الرافقة للتجارة العامة وموجودة عند بوتيقه العبدي في شارع التجار ورقم تلفونهم ذوكوا قدامكم على الشاشة. علمني مدانة أنك ترقص لحقيق تجاه علمني مدانة يا الرافقة هاي اللي علي ورقة الرافقة هي الورقة الحقيقية. راني محيي وشاكر جزيل الشكر قناة المدينة للبرنامج النبيل هذا برنامج مسابقة الأديب، وشاكر الأستاذ الكبير محمد أمين الأحمدية رئيس منتدى الآداب الوطنية. هون اللي نسبق إن شاء الله هو طلعة من إنتاج حد من أدباء الصحراء الكبار، شاعر معروف رحمة الله عليه محمد المحمد السالم والعبد الله التالي، يقول حكم خنيشيشة وقولات لخيالات ولا لخيالات وطويل الفيد والحصيات والواد والسهو والتهقن زين وزينين وديات في العين وسني مسلقن لقطوعة زينين وزينات القلاير غرانة حقن عيني تختير ترى بلاد لعتيتابي ومدقن وقريبي حياك وقلب أدرس وتشوف قريبي شقن. يقول متكلم ما نقدر عن حكاية بيت مفوت ما هو وح وقيت كيفت ما نقدر عن لبتيت مفوت قاع وقيت عليه بقل الحد اللي عزيت الصنت له ما قد تخطاش يرفع ليها نرفيت عليه وشي كامل يتراه وذاك باش حكيت لبتيت وباش نزاد غلاه معناها باطني لتيت نحكي ننقرفها ما تغناه والوساني ننقرفها ما تغناه الحد اللي نهواه محب اللي بتيت وصنات اللي بتيت وفهم معناه وادي الجنة قد تنزلناه منزل بعدانا ما ننساه بدار النخوت تنزاه وهو مبل منازلنا وفادي الجنة هوني لاه النذي الدار وذيكنا والنذيك الحمد لله في كل بلد منه كنا يعرف عنا قط عرفناه قبل اليوم ويعرف عنا ازدهاره قط اجبرناه ما فاتتنا منه بنا ويعرف عنا لغنا قلناه عليه وتفلواتنا ما تخطاه ولا قط اخطاه قولان طلعنا لمسنا عليه ولا قط بعدناه وعلى دهره ذاك عقلنا معنا تنزاه وصبناه وفي هذا القيد تغزلنا وذاك تقالعنا لو جاه وقلنا من الأشعار لقلنا وغناه لناك حكيناه ها على تيدنات النحكاية ملسأ
ذا معناه لنا ما قط تحنى وشي كام الزين استغرضناه يعرف عنا فيه بنا منصاب النبينا هواه الزين اصل منصابنا شرقنا فتنا زاد معاه ومعاه هم اللي سوحنا وقفينا وشربنا من ماه العذب الصر واستقبلنا معاه وشاهدنا مجراه ورياض وقاع اللي جنة ذا كامل ما قط اشتقناه واللي لكن لا يتهنى لمر المدانة فوضناه لمر المدانة ما هن اللي منا متقشمي ها فيها راهو ما هو منا هذا يا اخوتي مقتضاه لنا نبقوا وطننا ما قط زه ما قط زه وازدهر ومجاه يا غالي ومخدعنا اليوم خدع عنا من المحاصر ذا الواد خدع إنا لله وإنا إليه راجعون خدع عنا مخدع واد الجنة مارت عن ذي الدنيا فوات فصل الحق لا صربات يا مسخلت على الشيلات يا لطيف اللاقي فلي ما قط تزدو خلوات عدو خلقا عم اللي فرلي وتفق التلفات عليهم من زه وحجلي متكامل في قدوب العجلة تعظني سبحانك يلي واحد مالك ثاني ما خلق الشيرات وفرلي والقدام اللي نعرف فوهام القدام اللماه وجمجام يورى فيهم قاع من خيام قط اصلا نسلو حاجلي في الزر القبلي من القدام نعرفهم من الزر التلي خيام من الناس الكرام وتذت فقاد مخلي جرح من الليل وعاد اعوام فاخلاقي ما نعراه اللي أنه ما تباري ما دام ذاك الماضي يتخيل لي قف عهد الطربة وإيام التنزاه ولا حاصل لي من هذا يكون التخمام شعاق بذاك ملي مشاهدينا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى في فقرة النتائج في مسابقة الأديب عبر قناة المدينة الفضائية. نتائج حلقة الليلة هي المتأهل سيد عمر والتار حصل في الحضور المسرحي على 10 من 10 والطلعة 58 من 60 والارتجال 29 من 30 أي ما مجموعه 97. أحمد والباب الدين حصل في الحضور المسرحي على 10 من 10 والطلعة على 56 وفي الارتجال على 28 أي ما مجموعه 94. المتسابق يونس والأحمد بكوري حصل في الحضور المسرحي على 10 من 10 وطلع على 55 والارتجال على 28 أي ما مجموعه 93. أحمد والعموه حصل في الحضور المسرحي على 10 من 10 وطلع على 53 والارتجال على 27 أي ما مجموعه 90 نقطة. عبد الرحمن والمحمد حصل في الحضور على المسرحي على 10 من 10 وطلع على 57 من 60 والارتجال على 20 من 30 أي ما مجموعه 87. هذه هي النتائج. والآن سننتقل إلى القرعة وهي قرعة الحاسمة إلى الربع النهائي. ننتقل إلى القرعة ومع ضيفتنا ضيفة فقرة ضيف الأديب الأستاذة الناقدة والدكتورة الراوية خديجة منتشياه، وعلى بركة الله نتوجه إليها. إذن الواحد الاسم سيدي محمد محفوظ. سيدي محمد المحفوظ هذا سيكون معنا في الحلقة الأولى. سيدي محمد والمحفوظ بالقرعة. خديجة ذاك الثاني اللي تقبله له يعود في الحلقة الثانية. إذن الاسم الثاني في الحلقة جعفر والمختار. سيدي عمر والتار سيكون معنا في الحلقة الثانية.
إذن هذا المتسابق الثالث الذي اختير من القرعة سيكون هو الثاني في الحلقة الأولى. يونس ولا أحمد دكوري؟ الاسم الكريم؟ يونس ولا أحمد دكوري؟ يونس ولا أحمد دكوري هو الثاني في الحلقة الأولى. يونس ولا أحمد دكوري؟ إذن هذا الاختيار هذا المتسابق محمد محمود ولد زروق. محمد محمود ولد زروق سيكون هو الثاني من الحلقة الثانية. محمد محمود ولد زروق السالك والمحفوظ. السالك والمحفوظ هو الثالث في الحلقة الأولى. السالك والمحفوظ المتسابق الثالث في الحلقة الأولى. عبد الرحمن والمحمد هو الثالث من الحلقة الثانية. عبد الرحمن والمحمد المتسابق هو الثالث من الحلقة الثانية. سيد محمود ولد الذهبي هو المتسابق الرابع في الحلقة الأولى. سيد محمود ولد الذهبي هو الرابع في الحلقة الأولى. الشيخ الولي والعبد الرحمن هو المتسابق الرابع في الحلقة الثانية. الشيخ الولي والعبد الرحمن المتسابق الرابع في الحلقة الثانية. أحمد والباب الدين المتسابق الخامس في الحلقة الأولى. أحمد والباب الدين المتسابق الخامس في الحلقة الأولى. السالك والمحمد الإمام هو المتسابق الخامس في الحلقة الثانية. السالك والمحمد الإمام. بقي اثنان. الحسين والشريف شيخنا هو المتسابق السادس في الحلقة الأولى. البشير والقاسم هو المتسابق السادس والأخير في الحلقة الثانية. إذن إلى هنا تنتهي حلقة. إذن قبل الختام نتوجه مباشرة إلى الناقد الأديب الأستاذ محمد الأمين والأحمد دية. وأنا شزدان الله بسؤالي الأستاذ محمد الأمين مش أعمد ذيك اللي قبيل في طالعة الطفل نبقي عنها توطئة في سكوندات للمشاهد الكريم. مش أعمد معناه أنه حاله ماشي راقب لأنه مره كامل الحمد لله ماشي راقبة طالعة درجته زين يقير قاع عندي فهم توضيح شوي في قضية القرعة. فمتسابق يبدو أن خلق فيه خلل شوي عبد الرحمن والمحمد هذا ذم خلل يقير دور تكدوا أنه هو منه. طبعا هو متسابق تهل دور ربع النهائي خليك فهم خلطه شوي. بالنسبة للحلقة الأولى فيها سيدي محمد محفوظ. الحلقة الأولى اللي هي الحلقة الموالية سيدي محمد المحفوظ ذا قاعد هو المهم. الحلقة الأخرى ندوره إن شاء الله نعرفها. الحلقة الموالية من الربع النهائي اللي هي الأولى في الربع النهائي سيدي محمد المحفوظ يونس والأحمد دكوري سالك والمحمد محفوظ سيدي محمود الذهبي أحمد والباب الدين الحسين الشريف شيخنا. هذا هما فرسان الحلقة الأولى من الربع النهائي ولاهي يطلعوا منهم ثلاثة ويغادروا ثلاثة واضحة لهم الصورة. ثم توضيح شوي في قضية متسابق قبيل نتائج القرعة الماضية قضية فم اثنين كانوا في نسخة الحلقة الماضية اللي كانوا متقاربين حتى كاملين كانوا متقاربين حتى والثالث منهم الرابع متقاربين يقير تفقر الثالث منهم حتى اللي هو الشيخ الولي قضية الارتجال قاف وركز من قاف صاحبه الارتجال قال عن قومة كرخت انت حتى تربع قلت له مثلا عن قومة كرخت انت حتى تربع وتهنقل وترصف قال لي لغنا ذاك الزين البتة هذا بيانا متوكف قاف ركز هو شوي وتافق إنما واللبان قال قلت له واللبان عليه وصانا قلت الاكتساب لغنا قال هذا محمد بابان الجمهور الشبال لغنا هذا ذا الضعف في ذو التفلوات هو اللي عدل الشيخ الولي يطلع على رغم طلع ملي ما فيها أي ملاحظة لأن ما طلع الأخرى اللي هي طلعته واللبان فيها وصانا بشي بدلا من يقول وصانا على شيء قال وصانا بشي
ذيك ملاحظة مع أني ما اعتبرته قاعي غير بعد هذا التوضيح وتوف، لا لا بد منه قاعي قال غير لا التوضيح وتوف. شاكر جزيل الشكر ضيفة الشرف الليلة، ضيفة الأديب اللي شرفت البرنامج ونورته وشرفت قناة المدينة بحضورها الليلة، وتحية للجمهور، تحية للدكتورة، وإليك بها. شكرا جزيلا للناقد والأديب محمد لمين والأحمد دية. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم ولهذه الليلة من برنامجكم الرمضاني الأديب. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الناقد والأديب محمد لمين والأحمد دية، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة الراوية والناقدة خديجة تمتشاه، وإلى ضيفنا في فقرة الحسانية تجمعنا محمد الكوري وللشيخ الطاهر. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء في التصوير الشيخ باي الطويلب دنبصار، وفي الإرسال اليماني وللعربي وللشريف، وعلى الصوت سالم محمد كباد، وفي الديكور أحمد عمار، وفي الإخراج محمد لمين والباب الدين، وهذه والتاج الدين محمد لمين والباب والتاج الدين الذي نحمد الله عز وجل على تعافيه وشفائه. وهذه تحياتي في التقديم بهاه الخطري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.